يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام، بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والجو فيها حار. في الإسكندرية 23-16 الجو معتدل، في مطروح 24-15 الجو فيها معتدل، في بورسعيد 24-17 الجو معتدل، في الإسماعيلية 30-18 والجو فيها حار. أما في محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة وفيها الجو مائل الحرارة. في العريش 25-16 أيضا الجو فيها معتدل، وفي طابة 29-18 الجو فيها حار. في شرم الشيخ 31-22 والجو فيها حار. في الغردقة 32-22 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 درجة والصغرى 22 والجو فيها حار. في أسوان 34-22 والجو حار. في الوادي الجديد 32-18 الجو حار. في شلاتين 32-21 والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 30-21 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.